يلا عمالك عمالك شوريا. ايه يلا تمام. بالإذن. أنت تعبان هلأ، برجع بعدين. هيك وقفي لو سمحتي اسمعيني. كل ما بحاول زبط وضعنا للأحسن بيصير شي بيزد لي أخطائي. موهيت، أنا بعتذر عن شوريا وعن تصرفه السيء. أنا آسفة. أختي ما تاكلي هم أبدا، أنا أصلا نسيت اللي صار. شكرا موهيت. شوفي بقلبه يا ترى. مهيك شوريا لو سمحت أنا ما بدي أحكي معك هلأ. أفرا أكيد ما بيفهم نهائيا. أنا قلت له يعبي بريق المي تبعي من مبارح، وطبعا مثل العادة ما سوى هذا الشي بنوب. لكن كل الناس هون معتبريني ضيفة بهذا البيت، بس شوفوا رح أضربه بهالبريق على رأسه. أفرا وينك يا أفرا؟ صلي ساعة بنادي لك. أفرا
شوريا، لا تساوي لي مشكلة هون. مهيك لحظة اسمعيني بس شوي رجاءا لو سمحت. شوريا انت ما سمعتني؟ بعدين انا قلت لك انه ما بدي احكي معك. مهيك لو سمحتي اسمعيني بس مرة واحدة. شوريا انا قلت لك ما بدي احكي معك. شوريا مهيك موهيت مثل أخي، لو سمحتي بس خليني اشرح لك رجاء. شوريا خلاص اتركني. مهيك مهيك اسمعي، أنا رح أقول لك شيء كتير مهم. مهيك أنا بحبك. مهيك رح صلح كل أغلاطي. بتعرفي بسبب الضغط اللي علي هاد عم يخلق مشاكل، لهيك ما عم أعرف كيف بدي أتصرف. مهيك اسمعيني رجاء، سامحيني رجاء. مهيك شوريا بتمنى انك ما تغلط شي غلطة كبيرة، لانه وقتها ما رح سامحك ابنه. اذا حابب تعتذر عن جد اعتذر من موهيت، انت غلطت معه وضربته قدام كل العالم، واعتذر من سونال كمان لأنك أهنت زوجة قدام الموظفين يلي بالمطعم. يا شوريا قديش اشتريت هالبطاطا؟ بثلاثين روبية. من صغرك بتشتري بس لسه ما بتعرف تنقيهم زراف. سونال اسمعي، ما في داعي لكل هالعصبية تبعك، ماشي؟ وإلا كل اللي بالبيت رح يعرفوا إنه صاير شي معنا ونحنا مو ناقصنا، لهيك المفروض انه تروقي. ما بيهمني هالشي موهيت، هن لازم يعرفوا شوريا شو عم يعمل. وانا جاي اعتذر عن مبارح. سهري موهيت، الكل هون بيعتبروني مثل ابنهم تمام، وأنا بعتبرك مثل أخي تماما. لو سمحت سامحني على غلطتي هي. مو مشكلة زهري. سونال
أنا جرحتك كتير، لهيك أنا قبلان هلأ بأي عقوبة، بس بدك تسامحيني رجاءً. روي سونال، رجاءً. يلا قوم رجاء، لا تساوي هيك، خلص لو سمحت قوم. مو مشكلة. خالتي عنك أنا بساعدك. لا يا بنتي مو مشكلة، أنت هلأ عروس ما بيصير تشتغلي. بس يا خالتي. ايه معها حق يا بنتي، رح تستلمي الشغل بالمطبخ، بس يعني اكيد مو بهالفتره. ايه بس انا متعوده على الشغل يا خالتي، اليوم مميز وفي مناسبه وكتار اللي جاي لعنا، معي حق مو هيك؟ انا ما بقدر اعتمد على اللي بيشتغلوا هون بكل شيء. معلش حبيبتي، انت ملتزمه بالصيام، رح تتعبي، روحي بس ارتاحي. مدام، السيد فيكي قال انه حابب يفطر بغرفته. خلص روح انا باخده. ماشي. خالتي ما خليتيني اشتغل، بس اكيد بقدر اخذ له الفطور. يلا فيكي مثل اخي واكيد رح ينبسط. اختي ساوي لي فنجان شاي، مو جاي على بالي شي تاني. ايه كل الأمور تكتير. شو ها؟ لا ولا شيء أختي، ولا شيء ولا شيء، ما في شيء أبداً. ما أختي، أختي ما في شيء، ما في شيء، خلاص قلت لك ما في شيء. يلا صدقيني. شبك ما بني شيء. طيب خلاص رح لك، هاي اللقطات مأخوذة من يوم عرسك، رح ورجيك إياهن بس. لا 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 لا، بعدين هذا فيديو عرسي، أنا حابة إني شوفه. أختي اسمعي، خلص بورجيك إياهن بعدين. شو بنا؟ بدي شوفه. خلص أختي بعدين. لو سمحت خليني شوف فيكي. خلص خلص. بس شوي. لو سمحت. بعدين. شفت؟ وهي الكاسة انكسرت. أنا آسف أختي، بس بتعرفي كسر الكاسة شيء حلو. هلأ شوفي، في خبر أكيد رح يجيكي. لك بتعرف أنا مين بكون؟ بس لأني قدمت لك خدمة، كنت السبب بحادث السيارة. أنت السبب ورا موت أبوه وأمه لمحك بهداك اليوم. أنا هو المفتش يلي حقق بهي القضية وقتها. لما رح تعرف خطيبتك مهك شارما باللي صار يومها وبهداك الحادث، وإنه أنت اللي كنت السبب بموت أمه وأبوها، فيك تتخيل شو رح يصير؟ مهك، مهك استني، مهك، مهك تعي لهون، مهك، مهك، مهك لا تروحي، مهك، مهك استني، مهك، مهك رجاءً، مهك رجاءً خلينا نحكي، مهك استني، مهك شوريا، مهك ما بعرف شو بها، مهك راح. you
كنت السبب بحادث السيارة. أنت السبب ورا موت أمه وأبوه لمهك بهداك اليوم. كتير منيح. ولقمة مشاني. وهي كمان من أبوك. يلا يلا يا شاطرة. يا حلوة. ممتاز. كتير شاطرة. بدك تخلصيها كلها أي حبيبتي. يلا. مو معقول شو بحبك. هلا بس تخلصيها بدنا نطلع مشوار ونروح ناكل حلو. ايه لكن شوفي كيف عم بعملها، تعلمي مني. يلا انتي بنفسك حطيها. وهلا بنقلبها على الوش الثاني. شاطرة. مهك 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 شوفي شو القصة؟ شوفي انت كيف جرحتي ايدك؟ شوفي مهك شو؟ مهك قليلي خبريني شو اللي صاير، احكي. شو صار لك مهيك؟ انت شو شو مهيك قلي لي؟ هي اللي سمعته انه انه انت انت لا انت ما فيك تساوي هيك شيء ابدا. ما عم افهم عليك. لا 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 شوفي لا لا شوفي مهيك قلي لي مهيك شوريا مهيك انت 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 اللي انت مهيك شوفي قلي لي بس. لا مستحيل. مهيك شو القصة؟ انت ما فيك انت انت ما فيك مستحيل. ماما وبابا. ايه مهيك ماما وبابا شو؟ احكي بدي اسمعك. مهيك قلي لي شو القصة بقى؟ لا هذا شيء مستحيل، انت ما فيك تقتل اهلي. مو انت اللي قتلتهم صح؟ شاريا انت ليش ساكت؟ احكي يلا احكي. هذا الشيء كذب مو هيك؟ اكيد هي كذبة شوريا، مو انت السبب ورا موت اهلي صحيح؟ انا بظن انه في حدا عم يتسلى فيك، انت مستحيل انه تقتل اهلي شوريا مو هيك؟ هي مسحة. احكي احكي شوريا شوريا رد علي، مستحيل تساوي هيك ما شوريا 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 بترجاك احكي شوريا ليش ساكت؟ بترجاك قول شي شوريا شوريا احكي شوريا ليش ما عم تحكي شي؟ جاوبني انت ما فيك تقتلهم انا متأكدة. لا 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 انت ما فيك تقتلهم. لا 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 شوريا اكيد هذا كذب ما بصدق مستحيل. شوريا شوريا احكي بترجاك رد علي ليش ما عم تقول شي شوريا رد علي بترجاك قول اي شي شوريا شوريا الحكي مو صح ما شوريا 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 بترجاك احكي شي شوريا شوريا بترجاك قول شي بترجاك
وينكن؟ غريبة كتير مهك وشوريا، لوين راحوا من الصبح بكير؟ معقول يكونوا هربوا وراحوا على شهر العسل بلا ما يخبروني؟ رح أتأكد. مهك شوريا وينكن؟ شو ما عم تسمعوني؟ ليش ما عم تردوا؟ كان حادث مهيك وأنا كان عمري 14 سنة. سامحيني مهيك، أنا كنت ولد صغير. مهيك بعد بعد عني. بعد عني ولا تقرب علي. ليك انت بتعرف اذا شوريا ومهيك هون ولا طلعوا لبرا؟ يمكن هن موجودين برا مدام. أنا ما سألتك لتقلي يمكن، أنا بدور. إيه؟ مهيك أنا غلطت غلطة كتير كبيرة، بترجاكي سامحيني، هذا بالضبط اللي كنت بدي قلك إياه وحاولت إني خبرك فيه. مهيك لا لا خليني ساعدك مهيك، رجاءً طولي بالك وخليني أشرح لك. لا بعد عني مهيك، روقي شوي. بعد عني مهيك، أنا بحبك. لا مهيك اسمعيني، أنا كنت ولد قلتلك مهيك وما كنت واعي عالشي اللي صار، هذا اللي كان بدي خبرك يا صدقيني مهيك، كله كان حادث صدقيني. أنت السبب اللي خلاني انحرم من أهلي كل هالعمر. أنت اللي قتلتلي أهلي يا شوريا. مهيك اسمعيني. ضربيني مهيك، بترجاكي عاقبيني كيف ما بدك بس لا تتركيني. صدقيني كنت بدي قلك وما بدي خبي عنك هذا الشيء. مهيك شوريا، هنن هنيك. مهيك شوريا، انتوا طلعتوا تتمشوا سوا من الصبح بكير؟ ارجعوا يلا رح يبلش الحفل. شكلهم ما عم بيسمعوني. انا جاي، استنوا. بهاللحظة انا ما بدي احكي مع حدا ولا بدي اشوف حدا. لا مهيك صدقيني، مهيك صدقيني صدقيني، بس اسمعيني شوي. استني مهيك، لك مهيك شوفوا
اثنين هاتون عم بيرقدوا بالجنينة، شو هاد يا؟ شو بدي أعمل معهم هلأ؟ مهيك، مهيك بس اسمعيني. مهيك 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 خليني فوت لو سمحتي، افتحي لي رجاء، افتحي مهيك 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 مهيك، أنا آسف رجاء سامحيني، لا تعملي شيء وأنت معصبة هلأ مهيك، رجاء رجاء أعطيني فرصة لأشرح لك لو سمحتي، أعطيني فرصة واحدة بس مهيك. لو سمحتي افتحي. مهيك ليش ما عم تحكي؟ أنا مهيك بترجاكي تسامحيني، افتحي لي الباب مهيك. مهيك افتحي. مهيك افتحي الباب. مهيك افتحي لي الباب لو سمحتي. كنت السبب بحادث السيارة، أنت السبب ورا موت أمه وأبوه لمهيك بهداك اليوم. ليش؟ ليش هيك صار؟ ليش؟ مهيك افتحي لي الباب، أعطيني فرصة لأشرح لك مهيك، أعطيني فرصة واحدة بس، أعطيني فرصة لأحكي. كنت بدي خبرك بالموضوع من أول ما عرفت، صدقيني يا مهيك بترجاكي افتحي لي الباب. شوريا خلص روح من هون، خلص اتركني بحالي، خلص شوريا اتركني بحالي. مهيك ما راح أتحرك من مكاني، راح ضل قاعد هون. خلص اسكت، ما عاد بدي اسمع صوتك بحياتي، اسكت. مهيك بترجاكي افتحي لي. خلص شوريا أنا ما عاد بدي اسمع صوتك. بعترف إني غلطت بس سامحيني، لو سمحتي اسمعيني مهيك، بترجاكي افتحي، احكي شي مهيك. مهيك ليش ما عم تحكي؟ ردي علي مهيك. مهيك 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 بترجاكي لا تعملي شي بحالك. مهيك مهيك يلا افتحي الباب. انت شو عملتي؟ احكي معي مهيك، مهيك شو صار لك؟ ردي علي مهيك. انا غلطت بحقك، بترجاكي سامحيني. بدي اعرف مهيك، لازم تعرف شوريا كان ولد بهداك الوقت. لا، إذا مهيك تركت شوريا هالشي رح يدمر كل حياته. لازم نشرح لفيكي، لازم نخليها تفهم. كنت السبب بحادث السيارة، أنت السبب ورا موت أمه وأبوه لمهيك بهداك اليوم. Thank you.
حبيبتي اشتريت المجوهرات، تفضلي. كنتي بتعرفي كل شي يا خالتي؟ ايه من امتى؟ مهيك لو سمحتي حبيبتي صدقيني، بنتي ما حدا فينا كان بيعرف انه الناس اللي دعسهم شوريا بالحادث من 15 سنة انهم بيكونوا اهلك. بتعرفي انا شفت صورة امك بالحفلة هداك اليوم، انا وقت عرفت انها امك. كنت خايفة مهيك، مهيك أنا كنت أنانية، كل اللي فكرت فيه بوقتها كان سعادة شوريا. أول ما شوريا عرف كل الحقيقة بوقتها هو كان بده يخبر كل حقيقة، بس أنا اللي منعته بوقتها. كان بدي إياه يخبر كل حقيقة بالوقت المناسب بعد ما يصير عرسكم. بترجاكي انه تسامحينا بنتي، سامحينا، لا تتركي شوريا، اذا تركتي اكيد رح ينكسر وما في مكان يروح عليه. بترجاكي تسامحي ابني، بترجاكي سامحي ابني مهيك. يلا امي بلش، المراسم لازم تتم بشكل صحيح. معك حق. كل شيء تمام، هاتون لهون عنك. هيك كل شيء تمام. لا رجاءً لا تخلي هاي الصورة هون، ما في شي كرمالن هني.
مهك؟ بيكي، أنا قلت إنه ما تخلي صورة هون. يلا يلا تفضل. يا روحي مهيك حبيبتي، شبكي شوفي. استنى ليك اطلع، ليش عم تبكي؟ تعال يلا. شبكي مهيك؟ شوفي بنتي، ليش كل هالبكي؟ اشتقتي لنا يعني؟ كيف انجرحتي؟ كانت أختي مهك كانت عم تشتغل بالمطبخ، وقعت الكاسة منها وجرحت حالها. هو جرح صغير، ما في داعي للقلق. ايه؟ متخانقة مع شوريا يعني؟ شو؟ بصراحة منيح إنكم إجيتوا، هي مزعوجة من اليوم الصبح. ما في أي شيء، لسه هي هلأ كانت متذكرتكم. بتحبكم لدرجة ما فيها تبعد عنكم. وبما أنكم وصلتوا كل التحضيرات جاهزة، هلأ خلونا نبلش بالمراسم. يلا يا حكيم تعالوا. تفضلوا عدوا هون. أحسنتي، واحدة كمان. مهيك شوفي بنتي، صاير شي؟ اهدي. انتوا رح تكملوا المراسم سوا. مدوا ايديكم. لازم تتم المراسم بشكل صحيح. وهلأ نحن لازم نكمل المراسم، تفضلي لو سمحتي. you
يلا حبيبتي بتعملي هي هيك. وهلا هو كان حادث. ماما في بابا. بابا ليش ما عم ترد علي؟ بابا بابا هيك بنكون خلصنا. بتمنى انه تضلوا مع بعض كل العمر. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.